والسؤال من؟ حميد حسن الزهابي. سؤالك؟ شوف، هو في غلطة من مينار الدور عن مزكك الرابع. أي؟ اللي بيوجي يوم يطلع من الجنجوري مو لازم يموت؟ إلا إيه. كيف مزكك الرابع كان عايش يوم طلعوا من اللي بيوجي وحطوا فرين اللي هي ربيعة كاكاشي وروبيتو؟ ما حطوا فيها بيجو. حطوا فيها. كيفن اللي مات؟ إيه لا رين. إيه حطوا فيها، حتى كانت الخطة إنه تروح الهج كونها واللي بيوجي يطلع هناك. بس تعال، الميزوكاجي الرابع هذا من وقت ما درى. لا مش وقت ما درى، طلع وقت هوبيتو. لا، الميزوكاجي الرابع كان مسيطر عليه، ما درى ايام. مش ما درى، كان هوبيتو اللي مسيطر عليه. ما درى. انا اقول هوبيتو، راجع الحلقه اللي كان ماسكين كسامه، شوف منو كان موجود، كان هوبيتو كان موجود، ما كان ما درى. هوبيتو نفسه كان موجود، حتى كان شعره طويل، راجع حتى ذكريات ايتاشي. اجل انا اعطيك اياه بتفضيل افضل. هوبيتو شوف قدامك واحد من اثنين. يا قلنا ان مادرا هو اللي كان مسيطر على ميزوكاجي الرابع، فمعناه ان ميزوكاجي الرابع مات قبل يصير مخططين. صح. اذا كان اوبيتو هو اللي مسيطر على ميزوكاجي الرابع، فاوبيتو سيطر لما كبر، فمعناها رين كانت عندها البيجو يوم ماتت حطوه في ميزوكاجي الرابع. يمكن، انا وياك في هالشيء. يوم ماتت رين خذوا البيجو وحطوه في ميزوكاجي الرابع. حلو، هذا شيء يمكن يقنعني الصراحه. ليش؟ لان يوم ماتت رين اوبيتو كان صغير لسه. بس يوم مات يعني البيجو اللي جوه برا حر. وهنا الكلام، يوم مات ترين اوبيتو كان صغير. صغير صح. ويوم اللي سيطر على الميزوكاجي الرابع سواء اوبيتو او مادارا كان كبير. كان كبير صح، انا وياك في هالشيء. بس بعدين البيوجي كان طالع، يعني كان يوم ميزوكاجي الرابع يعني تحرر عنهم. ايه؟ فقدر يشرد منهم. ايه؟ قناعتي صراحة. حبيب قناعتي دوما والله يقنعني. حبيب قلبي. بس صراحة انا لا انكر انه في انمي ناروتو في كل انميات، ليش؟ لانها تظهر صنع بشر، هذه لابد في اخطاء في القصه في المحور، وهذا انا مشاوي اياك عشان كذي انتم موجودين تصلحون الله. حبيب قلبي نوضحها والله ما نصلح لهم، هم اساتذه في كتابه القصه. انتم الاستاذ اصلا، انتم الاستاذ. نور الغالي. سؤال من؟ سيف محمد. سؤالك؟ في ون بيس شفنا لوفي انه ما قدر يهزم قائد البيج مام بس بقوه باقصى قوته، فكيف بيهزم البيج مام؟ هل بيهزمها ولا بيشرد؟ انا ما ارى ان الجيف فو هو اقصى قوه لوفي. الجيف فو في انماط، ولوفي لازم عنده قوه لم يخرجها، وانا قلتها في اكثر من معرض واقولها هالمره زياده. ريلي علم لوفي على اشياء معينه وقال لا تستخدمها الا في وقت محدد. اول شيء ايش الفريق هذا؟ احنا نسميه عندنا هذا النصر ولا الاتحاد عندنا ماجد؟ عندنا احنا النصر ولا الاتحاد هاللون؟ النصر. وهنا؟ هذا فنربخشة. فنربخشة؟ ايه. والله يعني مو بفريق اماراتي؟ لا تركي. ايش معنى اخترت فنربخشة؟ ما حلو يعني في فان بيرسي، في اسماء. طيب الاماراتي تشجع؟ الوحدة. الوحدة؟ بوسيف عليك فيه. والسؤال من؟ خالد المبارك. سؤالك؟ انت مع هل متحمس للجزء الثالث الكودياس؟ اكيد متحمس. ما مع اني انا ما احب لولوش واجد ترى. افا ما تحب اجل كذكاء بالنسبه لي كونان. لا والله، لكن ليش انا كودياس تبعته؟ عشان الاليات، انا احب اي شيء في اليات، فالاليات حقتها ما عجبتني، بس عجبتني قصتها حلوه غامضة غريبة، بس من بدأ يذبح خواته زعلت منه. حتى أنا والله زعلت ولا لا؟ إيه. عشان كذا أنا أقول كونان أذكى منه. لا صعبة يمكن. هل طيب أنت عندك قدوة خارقة حلو؟ زين. إذا أخطأت في استخدامها ما يعتبر هذا نقص في الذكاء؟ لا. طيب أبغى أعطيك إياها بشكل ثاني. واحد ماسك فيش كهرب قوي في يده حلو؟ فجأة جاء عند أخوه ولسع بالكهرب، شنو اول كلمه بقول له؟ ما تدري ان عندك كهرب؟ انت غبي. غبي صح. حبيب قلبي. لا والله شوف، انا متحمس لعوده لولوش وعجبتني قصته، فهل هم بيرجعون لولوش نفسه ولا شخصيه تبي تسوي زي زيرو؟ لولوش اول ما طلع متنكب قال انا اسمي زيرو، واحد بيطلع متنكب بيقول انا لولوش، ما يندرى. بس ترى في الجزء الثاني نهايته لو ما شفت كانت اللي شعره اخضر كلمته. لما انا اخر شيء شفته كان صاحبه ولد الوزير مع واحدة في عربة ورايحين زي القهر. ممكن كان للوش. ممكن اللي كان معاهم للوش. على العموم ننتظر الجزء الثالث وبيبين كل شيء. خلوهم يضيفون حسابي بعد. ضيفوا حسابك على ايش؟ انمي شخطتين تحت اي. 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 انستغرام ولا تويتر؟ انستغرام. خلاص ابشر وعد.
شكرا. شفتون حسابه قدامكم تابعوه، بما انه من عشاق كود جيس فاوتاكو حجوله. انا اقول لولوش مو باذكى واحد، هو يقول لولوش اذكى واحد، حجوله ونشوف من يفوز فينا في الرهان. سؤال من؟ علي محمد. سؤالك اخوي علي، هل جلدارت يقدر يهزم؟ تعال فكره مو معطيك هكي ملكي، تعال شوي قبل شوي امزاويك امزاويك. سؤالك، هل جلدارت يقدر يهزم تنين بغض النظر انه ما قدر يهزم اكنولوجيا؟ اي يقدر. اكنولوجيا زي ما جابوا انه هو عباره عن دراجون سلاير وتوحش، يعني هو اقوى من التنين. هو كان بشري في الاصل. اي اكنولوجيا اقوى من التنين، هو كان بشري من كذا ما قتل التنانين توحش، ففيه يعني تقدر تقول من قوة تنين وقوة شيطانية وشيء كبير، كيان أكبر من جلدارتس، يعني يقدر يهزم تنين. يقدر. سؤال من؟ هل يقدر سانشي يفوز على لوفي؟ لا بس لوفي معطيه على جوه، ما يقدر. سانجي بكل بساطة تفوز عليه بكل سهولة، تسوي حركة واحدة. أوه. شوف بنت 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 يلتفت كف على راسه خلاص. بس لوفي كان معطيه على جوه. سؤال من؟ يوسف. سؤالك، هل في أرك البيج مام هل سانجي لهذيك الدرجة خروف؟ ايه تعدى مرحلة الخروف. اح والله تعدى رجال، هذا بكل بساطة خروف حطوه في قدر مندي وكلوه ورموه وجاه اوتشيمارو سوى له ايدو تنسي فطلع خروف زومبي واقتلوه فاخذوه على فيري تيل، وجات هذه عادت به بالزمن مرتين، 3 سنين 3 خروف، ليس مرة ولا مرتين بل 3. لاني شفت انطباعك انه تفته في الخرف. خروف والله الخوف اشوف منه. احزين والله الخوف على الاقل يعني يرضى بالذبح اخيرا، هو ما يرضى والله بعده صامد. ننتظر. سؤالك، اذا جنبي غطى نفسه بالهاكي ايه؟ اذا دخل داخل الماي هل بيثقل ولا عادي؟ لا عادي، الهاكي قوه توجهها ضد الغي بس مو ضد نفسك. يعني كمثال انت الحين جايك واحد مسوي فاكهه ثقيله مثلا تصدها بالهاكي، انت ما تصير ثقيل، هو يجي الثقل بس انت ما تصير ثقيل، فهي قوه موجهه ضد الغير مش عليك، فما حيتقل في الماي. اوكي حبيبي. هلا هلا هلا. سؤال من؟ راشد. سؤالك، هل تتوقع الحين ان بلاك بيرت هو راح يكون ملك القراصنه قبل لوفي؟ لا 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 ما يقدر. اوكي مو مشكله، انت تقول ما يقدر بس اريد اعرف الشخص اللي معاه اللي يطير هذا شو اسمه؟ اللي عنده اجنحه. مرعبني، هو نفسه اللي راح تسلل الاجتماع الريفيري. حلو هذا، بس تتوقع هل هو يقدر يخطف روبن عن طريق التنويم المغناطيسي لما لو يدخل سفينتهم ياخذها يوصلها عند بلاك بيرد بالطريقه هذه؟ لان روبن تقرا الاحجار البونغليف بالطريقه التنويم المغناطيسي ويخبر وياخذ معلومات من عند روبن ويستفيد منها بلاك بيرد. شوف انا سوي تعديل، مش اجتماع ريفري، اجتماع المارين مع سينجوكو عشان ترشيح الشيبوكاي، تسلل واحد ورشح البلاك بيرد. والله نظريه حلوه انه يخطفها بهالطريقه، لكن ما اعتقد ان نفس الشخص بيخطف مره ثانيه يعني. فاعتقد لو في احد بيصير له خطف انه مو مونسكي مثلا يعرف تقنيات الكتابه ومنها بعض القراءه فيخطفون مو مونسكي. حلو زين، لان روبن هذه متدربه عند دراجون وعندها فاكهه جباره، تخيل لو روبن طلعت لك 100 يد من الارض صح وغلفتها بالهاكي بعد. حلو، بس لو قلنا لو هو كان خارج السفينه يسوي لهم تنويم مغناطيسي من داخل السفينه عن طريق البعد، يعني يقدر يخطفها بالطريقه هذه؟ لا روبن ترى مو شخصيه ضعيفه، روبن من اقوى الشخصيات اللي قبلها في اراباسا، بس الكاتب اي الكاتب ما اعطاها دور، فانه يحل روبن لا، انا نظريتي قويه صراحه اشوفها اذا بتصير على مومونسكي. حلو زين تمام. السؤال الثاني، كايدو لو انكسر قرن منه هل يختل توازنه؟ ممكن حسب نظريه الغول الاحمر والازرق اللي انا سويتها، شفتها طبعا في القناه، اعتقد اني شفتها بس ما اتذكرها والله ما انتبهت عليها. الغول الاحمر كان عنده نقطه ضعف دائما يخفيها، فكان انك لما تضربه من نقطه الضعف هذه اللي كان يخشها دائما بدرع يقضى عليه. في قبيله كانت تجي في فاينل فانتسي زي الاسود الهاجون، وان كسرت القرن هذه كسر للشرف مش للقوه صح. وفي اساطير كسر القرن ممكن هو اللي يكسر القوه، في نقطه ضعف لما تضربها راح تقضي على كايدو، ما حيقدر يضربها الا الغول الازرق اللي هو بوجهه نظري نايت مير لوفي. حلو تمام. لو قلنا كنهايه احداث ون بيس اذا وصلوا للقمه النهائيه بيطلع دراجون في الموضوع؟ اعتقد انه لازم يطلع،
لان دراغون قال حق لوفي ما حتفهم مقصدي الا في الاخير، ما حتفهمني الحين. أيوه. فلا واحد التي تبتغي الحريه ستلتقي في اخر الطريق. حلو، بس يعطيك العافيه. يعافيك حبيب راشد. طبعا راشد بديته حبيب قلبي، هذا من اقدم النكمه في الامارات يعني، هو وابو سيف اثنينهم الحين يريد خوي. سؤال من راشد، سؤالك. ماركو بينضم مع شانكس او لوفي؟ اعتقد ماركو بيتحالف مع لوفي ولن ينضم مع شانكس. ما عندي نظريه ان ماركو بيموت، بينضم مع شانكس وبيموت. ممكن، بس قل لي ليش، اقنعني. بيموت لان ينتقم من تيتش، وتيتش يغدرون فيه. ايوه والله ممكن، لكن شوف هو ماركو طلب ان شانكس ينضم وياه من قبل واعتذر، فمو حلو انك تروح تنضم الحين بعد ما تفقعت، فهمت علي؟ يعني جاك وانت على قوتك، قالك انضم معي، قلت له يلا يلا. تروح للحين وعقب ما انطقيت فيها شوية إهانة، بس يمكن ماكو يفكر فيها عشان ينتقم من تيتش، لكن بيفكر فيها أقوى. ليش؟ لأن لوفي بيقول له تعال معي، فبيتحالف مع لوفي، لكن ما ينضم مع لوفي، أعتقد يتحالف. سؤال من؟ خالد. سؤالك. الحين بروك قدر يضرب الأرواح الثانية، الحين يقدر الأرواح اللي عند البيج مام؟ يقدر يضربها، لكن اللي داخل البيج مام نفسها ما تتأثر منه، لأن عشان يأذب فيها يحتاج بروك. شوف بروك عنده قوة السول، فهمت علي؟ اغاني السول كذا، فهذه تهز والهك يهز، بس هذه قوة السول ما تقدر توصل انها تهز البيج مام، فهمت علي؟ تطربها يمكن، خليها تزفن يمكن، لكن ما توصل انه يهز روحها يعني، الا اذا عندها هكي ملكي قوي، ومو بالهكي الحالة يدمج الاغنية بالهكي مثل ما لوفي دمج البوكس بالهكي ويطلع تقنية جبار، ممكن وقتها بوك يتفوق على البيج مام. حبيب قلبي. سؤال من؟ محمد الشحي. عماني دراغون بول. ايش فيه؟ شو تتوقع بخصوص جوكو؟ جوكو اتوقع انه بيوصل الى الغريزه الفائقه بحيث انه يفعل قدره الدفاع الالي والهجوم الالي، وبنشوف الوحش اللي صرخ داخله يخرج اللي هو الهايج، يعني الوحش الهايج بيطلع وبيصير دفاع الي وهجوم الي. يقولون انه تنين او غوريلا، زين؟ طبعا هذا شيء مجهول غير معروف ابدا. عندك فيجيتا، هل تتوقع انه فعلا يصل الى الغريزه الفائقه؟ اي الكل يقدر يوصل الغريزه الفائقه، لكن اللي داخل جوكو مستحيل يكون تنين، لازم يكون غوريلا، لان جوكو اساسا والسيان كلهم غوريلات خلقه، هم غوريلات. لو ترجع دراغون بول اول شيء اذا توحش يتحول غوريلا، وعنده ذيل غوريلا. يقولون ان اكيرا بيرجع دراغون فيست اللي ظهرت في الفيلم، ويوم جوكو ضرب الضربه طلع صوت التنين. ايوه إيه. الضربه فيها صوت تنين، اي بس ما يتحول تنين. فعلا طبيعي ان اي واحد يقدر يسوي ضربه التنين، طبيعي. فعلا حبيب قلبي، اهلا وسهلا بك. سؤال من؟ خالد. سؤالك. تتوقع ان جوجو يتقن الغريزه الفائقه؟ بالتاكيد، واذا اتقنها بيطور شيء انه يوصل قوه زينو. ان جوجو يوصل قوه زينو لا يهبه، ممكن في شفت انا تسريبات وكلام فاضي انه ممكن يوصل وكذا، لكن ما اعتقد يعني. او ان الاستاذ حق بيروس قاتله ممكن في الحدث القادم، لا لكن يمكن احداث قدام 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 ممكن يوصل. اوكي بس هلا والله حبيبي.